ماشي وحده، عمر ماشي وحده، ما حنايا كاملين، ما حنايا كاملين، والمخزن اللي يشدو، والمخزن اللي يشدو، ما حنايا منفكين، ما حنايا منفكين. وشكون فضاح العرادي؟ شكون فضاح العرادي؟ عمر الرادي، عمر الرادي. شكون فضاح العرادي؟ شكون فضاح العرادي؟ المعتقل قضية، المعتقل قضية، الراضي ماشي وحده، الراضي ماشي وحده، الراضي ماشي وحده، الراضي ماشي وحده، ما حنايا كاملين، ما حنايا كاملين، والمخزن اللي شدو، والمخزن اللي شدو، ما حنايا ما نفكش، ما حنايا ما نفكش، وما نفكش ما نفكش، ما نفكش ما نفكش. انتصر المسكين، انتصر المسكين، ويتطلق السجين، ويتطلق السجين. الشعب يريد صلاح المعتقل، 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 الشعب يريد صلاح المعتقل. لعمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، حنا جينا اليوم كنصطدموا مع الصحفي والمناضل عمر الراضي ابان تقديمه امام قاضي التحقيق في قضية تآمر الامن الداخلي والخارجي ديال الدولة. كنقولوا بان عمر الراضي بريء من هذه التهمة ومن كل التهم الملفقة إليه. كنعتبروا بأن عمر الراضي لا يحاكم لشيء إلا أنه مناضل وصحفي استقصائي يدافع عن قضايا الشعب المغربي، مناضل صحفي يناهض جميع تمظهرات الفساد الاقتصادي الذي ينهش في اقتصاد هذا الوطن. أكتفي بهذا القدر وأتضامن مع جميع المعتقلين حرية الرأي والتعبير في المغرب، من ضمنهم الصحفي سليمان الريسوني وكذلك نور الدين نور السلام قرطاشي وجميع معتقلي الرأي في هذا الوطن الجريح، وتحية للجميع. القادم السياسي كتجي كتزامن مع روبيونس الأولى والملف الثاني ديال التهم ديال المجدال عمر يتعلق بالتجسس والتحاضر والاستهداف الأموال المجدال الجنوبية وإلى آخره. هذه القصة الأولى مع قضية التحقيق كما كنقول مع دابا الآن راه كاين محامين داخل معاه محامين عدد ديال المحامين اللي جاو في إطار مؤازرة تطوعية مع عمر حنا كنتسناو نتسناو كيفاش غادي هذا الجسد. التضامن ديال الصحفيين التضامن كبير، التضامن واسع جدا، كاين حضور ديال الصحفيين، حضور ديال المواقع عدد كاين بزاف، كاين حضور حقيقي شريف. الناس تنمات على ان هادشي ما خصش يحبس، لان ما يمكنش بلاد تعيش بلا صحافه، ما يمكنش. الصحافه المستقله والحره هي القلب النابض ديال المغرب، وهي اللي كتخبر المواطنين وكتخبر الناس وكتخبر حتى المسؤولين بما يروج داخل البلد. أي ما يمكنلكش تكمل من الافواه ديال الصحفي. الصحفي هو المراقب ديال اي حاجه في البلد، خصو يبقى يخدم في راحته ويخدم بحريه وتسمع له، وداك الشيء اللي كيدير التحقيقات اللي كيدير خصها تسمع توصل للسلطه باش تبني عليها القرارات ديالها السياسيه. الوضع فيه تراجع كبير ديال الحريات، وان الصحافه انا كذلك ما عندهاش يدها، ما عندهاش حريتها باش تاخذ المواقف المناسبه في المحاكمه. انا كنتضامن معاهم لانهم هما ما قادينش يقولوا لا، انا النقابه هي اللي خصها تقوم بالتوضيح، لان النقابه هذه نعم. اما المجلس هو مجلس دار باش ينظم اخلاقيات ديال المينا والى اخره. اذا ما تفرقت كديروها بعض الصحافه ديال الاجهزه ما كيسكت عليها، ما كاين كاين صحافه ديال المخزن كتسول الصحفيين ديال الدوله، الصحفيين كان عند الدوله
المغرب يعني الصحافي ديال الشعب، الصحافيين اللي بغاو يخدموا بالحرية وإلى آخره. أنا ما كنراهنش على المجلس، أنا كنراهن على النقابة. نعم. يعني هذيك الشخصية وتكون نقابة ديال جميع الصحافيين، مش نقابة ديال الصحافيين وضد الصحافيين آخرين. نعم. الناس المقاومين كاين عدد كبير، كاين الشباب، كاين النشطاء ديال 20 فبراير، كاين النشطاء ديال الأحزاب السياسية الديمقراطية، كاين نشطاء مدنيين هكا، وكاين ناس عاديين. أصدقاء ديال السياسة. أصدقاء والأصدقاء ديال الصحافيين. صراحة هما الرأي كافة المعتقل للرأي وحرية التعبير، حنا جينا اليوم باش نتضامنوا مع عمر الرضي على إثر تقديمه في ملف آخر ملفق نعتبره نحن ملفق اللي هو ملف تآمر على سلامة الدولة الخارجية والداخلية. سنعتبر بأن هذه الملفات هي ملفات مفبركة من أجل انتقام من صحفي استقصائي جريء مناضل يناضل من أجل فرض جميع ملفات الفساد، خصوصا منها الفساد الاقتصادي الذي ينهش في اقتصاد هذا البلد الجريح. نطالب بإطلاق سراح ثوري لعمر الرضي وكذلك لسليمان الريسوني، هم صحفيان مستقلان يتمتعان برأي يعني معارض في مجموعة ديال الخطوات التي تقوم بها الدولة حاليا. ونقول بأن اعتقالهم لحد الآن هو اعتقال تعسفي كما جاء على لسان هيئة الدفاع، ونطالب بإطلاق سراحهم ثوري. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.